لازم تحط هدفك هو الماكسيمم باور والماكسيمم سبيد، عايز توصل لاقصى قدره واسرع شيء ممكن المحرك، طب توصل لهم عشان تصمم عليهم عشان يبقى ده الليميت بتاعك. لكن الريتد باور بتبقى اقل من كده والريتد سبيد بتبقى اقل من كده. كمان مش ده اللي بيبقى عنده الكفاءه القصوى، الكفاءه القصوى دايما بتبقى عند الريتد لكن مش عند الماكسيمم لا سبيد ولا باور. لكن دي الاوبجكت بتاعك في التصميم. اللي بيحكمك دايما الايكونومي، الاقتصاديات كماتيريال ووقود، الكلام بقى الكبير بتاع التصميم الريليابيليتي ديورابيليتي اللي هي باختصار كده الريليابيليتي دي اللي هي الموثوقيه، ان فيه يكون ثقه في الحسابات. فانت حاسب كل حاجه، غطيت كل الاحتمالات، خدت معاك فاكتور اوف سيفتي، خدت معاك معامل امان. الديورابيليتي اللي هي المتانه بتاع الماده نفسها. دي حسابات كده او معادلات بتبين لك الحاجات اللي المفروض انت عايز تعمل لها ماكسمايزيشن، عايز تعظمها، او ايه علاقه الانجن بيرفورمانس بالبارامتر بتاعتها. لو خدناهم كده بدايه من قانون الايتا فويل اللي هي هتساوي الباور على الام دوت فويل في كيو هيتنج فاليو، اقدر اطلع منها هنا علاقه للباور اللي هي تساوي ايتا اف في ام دوت اف في الكيو هيتنج فاليو. الحقيقه ده سؤال مشهور كده في الامتحانات، يجي يقول لك بين شو ذا ريليشن بتوين اوبريتنج بارامترز، بين لي العلاقه ما بين معاملات بتاع المحرك. السؤال ده اجابته بتبقى عايز تجيب اربع علاقات. الاربع علاقات دول عباره عن الباور بيساوي فانكشن في مجموعه حاجات، التورك بيساوي فانكشن في مجموعه بارامتر، البي على الايبستون اللي هي السبيسيفيك باور، المين افكتيف بريشر. لما السؤال ده بيجي بيبقى مطلوب منك الاربع معادلات دول. هم حاجه بسيطه كده اثبات، مفيش خطوات بسيطه جدا هنعمله مع بعض. ده بدايه، ده بدايه الاثبات بتاعي. طيب هبدا اظهر اكتر عدد من المعاملات داخل المعادله دي. فهي ام دوت اف اصلا جايه من ايه؟ الفويل تو اير ريشيو بيساوي ايه؟ ام دوت فويل على ام دوت اير. يبقى لو شلتها وحطيت قيمتها هنا دي هتبقى الباور بتساوي ايتا اف في ام دوت اي فويل تو اير ريشيو، دي كلها قيمه الام دوت فويل في الكيو هيتنج فاليو. ايتا فيلومتريك بيساوي ايه؟ ام دوت اير على الرو في الفي دي في ان على ان، باعتبار ان دي التوتال فوليوم. يبقى لو شلت ام دوت اير من هنا هحط مكانها القيمه دي ايتا في. في الرو في الفي دي في ان على ان فويل تو اير ريشيو كيو هيتنج فاليو. دي اول علاقه مطلوبه اللي هو الباور بيساوي فانكشن من ايه؟ ايه الحاجات اللي لما ازودها الباور هتزيد؟ ايتا اف، ايتا فيلومتريك، الرو، الفي دي، الان، الفويل تو اير ريشيو، والكيو هيتنج فاليو. طيب انا عندي علاقه ثانيه للباور، الارقام الحاجات اللي انا بكتبها دي، دي بقى اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، ده اللي انا قلت لكم الحاجات دي هنحتاجها.
المين افكتف بريشر في الفي دي في ان على ان، باعتبار برضو ان الفي دي هو التوتال فوليوم. الباور بيساوي ضغط في حجم البي في، بس ضربنا في عدد الدورات. لو سويت المعادلة رقم واحد دي بالمعادلة رقم اتنين، يبقى اقدر اجيب الام بي الام اي بي في طرف لوحدها، مين افكتف بريشر هتساوي كل الترم ده هيروح مع ده، فيفضل لي ايتا اف ايتا في الرو اف على ايه في الكيو هيتنج فاليو. يبقى دي المعادله رقم اتنين من اللي انا محتاجه. طيب هو الباور بيساوي ايه؟ تورك في اوميجا. يبقى التورك هيساوي الباور على 2 باي ان. يبقى لو جبت الباور دي وقسمتها على 2 باي ان هيديني التورك اللي هو هيساوي ايتا اف ايتا فيلومتريك رو في دي. الان خلاص هتروح، هيفضل لي اف على ايه؟ كيو هيتنج فاليو، كل ده على 2 باي ان. باقي لي بس البي على الاي بيستون اللي هي السبيسيفيك باور، البي على اي بي هتساوي الفي دي هو عباره عن ايه؟ باي على 4 بي تربيع اس، طبعا مضروب في ان عدد الاسطوانات. وكذلك الاي بي دي بتساوي ايه؟ باي على 4 بي تربيع في ان سي. يبقى لو قسمت المعادله بتاع الباور على الاي بيستون يبقى هتديني ايتا اف ايتا فيلومتريك الرو، الفي دي خلاص هيروح منها الاي بي، فهيفضل لي الاستروك في ان على ان اف ايه في الكيو هيتنج فاليو، ودي المعادله رقم 4. يبقى تاني اما يجي سؤال في الامتحان بين العلاقه ما بين الاوبريتنج بارامترز بتاع المحرك، مطلوب منك توصل لي الاربع معادلات دول بس، حاجه كده اثبات صغير ويبقى حاجه مضمونه في الامتحان. موجود في السلايد بترتيبه اهو، بس احنا قلنا نعمله مع بعض عشان ما حدش يقول الخطوات دي جايه منين. اثبت او بين ان السبيسيفيك باور دل بس في المين افكتف بريشر والمين بيستون اس بي. لو كتبت القانون بتاع الباور اللي هو يساوي المين افكتف بريشر في الفي دي في ان على ان، كتبت البي على اي بيستون هتساوي مين افكتف بريشر في الاس في ان على ان، عايز اظهر المين بيستون سبيد هي اصلا بتساوي ايه؟ اتنين اس ان، يبقى اقدر اشيل الاس ان دي واحط مكانها ان البي على الاي بيستون هتساوي مين افكتف بريشر في اس بي، كل ده على اتنين ان. وللتوضيح كمان ممكن تكتب برضو لازم الان بتساوي واحد للتو ستروك والان هتساوي اتنين للفور ستروك. برضو اثبات ثلاث خطوات او خطوتين وانا اللي مطولهم شويه.
الحاجات دي كنا بنتفاجئ بيها في الامتحان. فانت بتاخد برشام قبل ما تخش الامتحان. عشان نصمم الابعاد الرئيسيه بتاع المحرك عندي تيبيكال فاليو ارقام، خلاص الناس دورت وصنعت وخلاص اعتمدت ان الارقام دي هي اللي فيها الرينج التصميمي بتاع المحركات نتيجه بقى دراسات حراريه واجهاد. فهم وفروا علينا وقالوا لنا لما تيجي تصمم والله اختار من الجدول ده. هتلاقي الجدول ده مقسوم نصين، النص الاولاني اس اي انجن، النص الثاني ديزل انجن. هتلاقي في كل حاجه فيه تطبيق، يعني السمول موتور سايكل، العربيات الموتوسيكلات او الحاجات الصغيره بتبقى وانت ماشي كده تو ستروك وينفع تبقى فور ستروك. طب لو هي تو ستروك كومبريشن ريشيو بيبقى من كذا لكذا، من 7 ل 11. لو هي فور ستروك من 9 ل 12 وهكذا. لو دخلت على المثال اللي بعده عربيات الملاكي الباسنجر كار بتبقى فور ستروك كومبريشن من 10 ل 12، البور بيبقى من 7 ل 10 سنتيمتر، الستروك تبور بيبقى من 9 من 10 ل 1 1 من 10، السبيد بتبقى في الرينج ده وانت ماشي كده. طيب مسائل بتيجي ازاي في الموضوع ده؟ هديك التطبيق. هقول لك دي عربيه ملاكي مثلا شغاله فور ستروك، احسب لي الابعاد بتاعتها كلها. طيب بعد ما هتحسب كل واحد هيعمل اختبار، هيعمل بنفسه كده فروض. هنعمل بقى اختبار بعد ما نخلص التشيك. التشيك بتاعك هيبقى بالخانه بتاع الاو بي دي، الاوت بوت ديسبليسمنت اللي هو الباور على الفوليوم. بعد ما هتخلص حساباتك هتختبر بده، طلعت في الرينج ده يبقى تمام، ما طلعتش بترجع تعيد الحسابات تاني. طبعا كل الكلام ده لازم ليه تطبيق. هنحل مساله مع بعض دلوقتي ونشوف بنعملها ازاي. كمان عندي في جدول كمان بيربط الباور بعدد الاسطوانات. خطوات حل المساله كالاتي: